اهلا بكم يا اصدقائي في سلسلة الشطرنج للمتعة. الفيديو ده بيحتوي على دور بين دينج ليرين الصيني وليفون ارونيان الارميني في احد البطولات الكبرى اللي بتنظمها الفيدا لاختيار متحدي بطل العالم. ليرين بيلعب باعصاب هادئة واختار احد التفريعات المتوازنة، بينما ارونيان لا ينفعه غير الفوز، ولذلك في موقف تقريبا متعادل حاول ان يفتح الدور، ولكن كان هذا بمثابة اللعب بالنار. ولكن ما هي بطولة الجائزة الكبرى للفيدا؟ هي عبارة عن سلسلة بطولات ينظمها الفيدا وبدأت في 2008، وتتكون كل سلسلة من 4 إلى 6 بطولات ذات مستويات مختلفة وتقام في مدن مختلفة، وكلها جزء من تصفيات التأهيل لبطولة العالم للرجال والسيدات. هيا نستعرض بعض البطولات ومن فاز فيها. بطولة 2008 فاز فيها الجراند ماستر الأرميني ليفون أرونيان، وجاء وراءه تيمور راجيبوف من أوزبكستان وألكسندر جرايتشيك من روسيا. بطولة 2012 كانت لفازلين توبالوف من بلغاريا، ووراءه شهيار مبيدروف من أوزبكستان وفابيانو كاروانا، وكان يلعب تحت علم إيطاليا. و2014 فاز بها من أمريكا هيكارو ناكامورا، وجاء فابيانو كاروانا الثاني وديمتري باكوفينكو من روسيا الثالث. في 2017 تصدر شهيار ماميدفيوف من أوزبكستان، ووراءه الروسي ألكسندر جرايتشيك، ثم الأوزبكي الآخر تيمور راجيبوف. في 2019 تصدر ألكسندر جرايتشيك من روسيا، ثم يان نيبو ميناسيتش من روسيا وماكسيم فاشير من فرنسا. والفائزون يلتحقون ببعض اللاعبين من مسابقات أخرى لكي تنتج في النهاية متحدي بطل العالم. والآن هيا نرى هذا الدور العجيب، دينج ليرين أمام ليفون أرونيان في بطولة الجائزة الكبرى بالشارقة 2017. وصلوا إلى موقف متوازن، ولكن أرونيان قرر أن يفتح الدور، وهذا لعب بالنار التي اتهمته بدلا من العكس. وهذا الفيديو إهداء مشترك مع صديقي إبراهيم جوابي، للأصدقاء الجزائريين مصطفى قاسمي، رضوان عبد العالي، والكوتش عبد القادر عبد الحفيظي. دينج ليرين بالأبيض وبدأ نايت اف 3، ورد أرونيان نايت اف 6، سي 4 الافتتاح الإنجليزي، اي 6، جي 3، دي 5، بيشوب جي 2. وصلنا لما يسمى نظام كتالان، بيشوب اي 7، كاسل، دي 4. وهنا لو الاسود بيلعب الكتالان المغلق بيكمل سي 6، ولكنه لعب دي سي 4، ووصلنا الى نظام كتالان التفريع المفتوح، كوين سي 2 طالب البيضة، والاسود كمل اي 6. الاسود بيترك البيضة، لكن الابيض لو اخده هيكمل بي 5 وهيطارد الوزير، ولذلك الابيض لعب اي 4، بيحضر لاخذ البيضة وبيمنع البي 5، بيشوب دي 7، كوين سي 4، والابيض استرد البيضة والاسود كمل بيشوب سي 6. بيضع الفيل على الوتر لمنع النقلة اي 4، بيشوب اف 4، بيشوب دي 6 طالب التكسير، كوين سي 1، الوزير بيتراجع لحماية الفيل. وهنا الاسود لعب اي 5، الاسود بيفتح المربع اي 6 للحصان ومنه لبي 4، وربما يذهب الى الدي 5. نايت سي 3، نايت اي 6، بيشوب دي 2، نايت بي 4. الحصان وصل للمربع بي 4، الكوين بي 1، بيحاول يلعب الاي 4 ويتحكم في الوسط، وبعد بيشوب اف 3، بيشوب اف 3، سي 6، بيدعم المربع دي 5 لوضع الحصان، روك دي 1، كوين اي 7، نايت اي 4. الحصان بيصوب على الفيل، ولذلك الاسود كمل نايت اي 4، كوين اي 4. والابيض وصل لموقف افضل، الوزير في منتصف الرقعة وبيسيطر على مساحة كبيرة، وكذلك الابيض
له ميزة زوج الأفيال، لكن موقف الأسود صلب للغاية ويحتاج فقط للعب بدقة وحرص ولا يقوم بأعمال جنونية. وكمل روك دي 8 بيشوب سي 3 روك دي 7 روك دي 2 كوين دي 8 روك دي 1. الأبيض والأسود بيحاولوا السيطرة على العمود دي، لكن مازال الموقف متوازن. اتش 4 الأبيض بيكتسب مساحة أخرى في جناح الملك، روك بي 8 اي 3 نايت دي 5. الحصان وصل لموقع متميز في منتصف الرقعة، كوين سي 2 كوين سي 7. الأسود بيلوح بالضربة التكتيكية بتضحية الحصان على المربع اي 3، وبعد الأخذ والوزير بياخد على جي 3 بتشكل الملك وطالب الفيل. وبعد التغطية بالفيل الأسود بياخد بيدق الاتش 5 والأسود في حالة هجوم، ولذلك ليرين لعب النقلة البسيطة كينج جي 2 بيحمي بيدق جي 3 جي 6 اتش 4. الأبيض بيكمل هجومه وعاوز ياخد على المربع جي 6 ويفتح العمود اتش، وأرونيان كمل بيشوب اف 8. الفيل بيحاول الوصول للمربع جي 7، وكذلك بيفتح الطريق للوزير والرخ لحماية بيدق الاف 7. والأبيض أخيرا لعب اي 4 طالب الحصان، والحصان ذهب للمربع بي 4 طالب الوزير، وليرين رد بكوين بي 3. حتى الآن اللعب روتيني ويحتفظ الأبيض ببعض التفوق، ولكن هنا أرونيان اللي بيريد الفوز في هذه البطولة ولا ينفعه التعادل، حاول يفتح الدور بالنقلة المقتحمة سي 5، ولكن دي نقلة سيئة لأنه بيفتح الوتر أمام الفيل، وكذلك فتح العمود لن يكون في صالحه. وليرين انتهز الفرصة بدي سي 5 روك دي 2 روك دي 2 كوين سي 5، وهنا بدأت الكفة تميل للأبيض بروك دي 7. الرخ بيحتل الصف السابع وبيصوب على الاف 7 والبي 7، وبذلك بيمنع الرخ من التحرك. والاسود كمل بي 5 بيحرر الرخ من حماية البي 7، وبعد اي بي 5 كوين بي 5، والاسود اصبح له قطعتين ثقيلتين على العمود بي المتواجد بيه الوزير الابيض، ولكن ليرين لعب ببساطة كوين دي 1. الوزير بيهدد للمرة الأولى بالوصول للمربع بي 4 وإعطاء المات للأسود، وده ربما التهديد الأول بالمات لكن لن يكون التهديد الأخير. على أي حال الأسود مضطر للعب نايت سي 6 لمنع الوزير من الوصول، ولكن عجلة الأبيض دارت وكمل بيشوب اي 2 طالب الوزير كوين بي 6 بيشوب سي 4، وبدأت تلوح في الأفق التضحية على المربع اي 6 في الوقت الملائم، وكذلك ظهرت الضربة التكتيكية بالتضحية بالرخ على المربع اف 7. وبعد الأخذ بيكمل كوين دي 7 تشيك، والأسود ليس أمامه غير البيشوب اي 7، وهنا الأبيض ممكن ياخد بيدق الاي 6 بتشيك سواء بالوزير أو بالفيل، والأبيض له هجوم قوي على الملك، ولذلك الأسود حاول يطرد الرخ بروك بي 7. وليرين كمل ببساطة اي 3. لو تم التكسير على المربع بي 7 الوزير هياخد محل الرخ وهيكون له خطورة اكبر، ولذلك الاسود مضطر للتراجع بالوزير للمربع اي 7 وبيكثف الضغط على الرخ. وهنا جاءت نقلة الدور، يا ترى ايه هي؟ ليرين لعب النقلة الرائعة روك دي 6، بيترك الرخ في سبيل التخلص من القطعة المدافعة بجوار الملك، وفي نفس الوقت طالب الحصان ولا جدوى من حمايته بكوين سي 5، لان الابيض هيكمل روك سي 6 كوين سي 6. وبعد مغادة الحصان الوزير ممكن يصل للمربع دي 4 طالب المات، والابيض بيفوز في كل التفاعل. وبعد الدور وجد ان افضل نقلة للاسود للصمود هو لعب الروك سي 7، ولكن ارونيان في الدور اخذ الرخ. وبعد كوين دي 6 الابيض اولا طالب الحصان، ولكن هدفه النهائي هو الوصول بالوزير لاي مربع على الوتر الاسود،
وبمعاونة الفيلين زي ما هنرى هيستطيع الوصول للملك، ودور الاسود اصبح صعب للغاية، وكمل كوين بي 6 بيحمل حصان، كوين سي 5 طالب يوصل بالوزير اما للمربع اف 6 او للمربع اتش 6 والمات على الجي 7، والاسود ليس امامه غير الهروب بالملك كينج اف 8، والملك والوزير على نفس العمود، ولذلك ليرين كمل بيشوب تيكس اي 6 والبيدق مربوط، وكذلك بيهدد بكوين دي 6 والملك الاسود في موقف حرج، والاسود لكي يمنعه لعب نايت بي 4، لكن الوزير وصل للمربع اف 6 والملك اصبح في شبكة المات ولا يستطيع لعب كوين تيكس اي 6 لان الابيض حيفوز فورا بكوين دي 8 تشيك، والاسود اجباري بيغطي بالوزير، لكن بعد بيشوب جي 7 تشيك الملك مضطر للتحرك وترك الوزير لمصيره المحتوم، والابيض بيفوز بسهولة، ولذلك الاسود ما اخدش الفيل وكمل بالنقلة العشوائية نايت دي 3 بيصوب على المربع اف 2 بجوار الملك، لكن الابيض دافع ببساطة ببيشوب دي 4 طالب الوزير وبيحمي البيضة، والوزير ذهب للمربع دي 6، وهنا الابيض انهى الدور تقريبا بنقلة رائعة. يا ترى ايه هي؟ ليرين لعب النقلة البسيطة الرائعة بيشوب اي 3 طالب البيشوب اتش 6 والمات في الطريق، والاسود يائسا كمل نايت اي 1 تشيك، وبعد كينج اف 1 تهديد الابيض اصبح مزدوج طالب الحصان وطالب بيشوب اتش 6، والاسود ليس لديه اي دفاع ولذلك سلم، وربما تكون التكملة نايت سي 2 بيشوب اتش 6 تشيك، ولا يوجد غير الكينج اي 8، وهنا الابيض له الضربة التكتيكية ببيشوب تيكس اف 7 تشيك بتشيك للملك وطالب الوزير الغير محمي، والاسود ليس امامه غير الكينج دي 7، لكن بعد بيشوب اي 8 تشيك والملك لا يستطيع الاخذ والا يتخلى عن حماية الوزير، وبعد كينج سي 7 الابيض حيلعب ببساطة بيشوب اف 4 بيربط الوزير على الملك والابيض بيفوز. اذا كل هذا العناء من النقلة سي 5، ولذلك سمى النقاد هذه النقلة اللعب بالنار. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.